قام سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم يرافقه معالي وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك سالم الحريص بزيارة تفقدية لمؤسسة الموانئ الكويتية وغرفة العمليات التابعة للإدارة العامة للجمارك. وأكد سموه في مستهل الزيارة على التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء الأخير بضرورة توفير كافة احتياجات المواطنين والمقيمين. عقب ذلك قام سموه بزيارة لموقع مشروع النافذة الواحدة في مبنى مجمع الموانئ والذي يهدف إلى تسهيل العملية المستندية وإنجاز المعاملات عبر وجود الجهات المسؤولة عن إجراءات تخليص البضائع تحت سقف واحد. كما اطلع سموه في غرفة التحكم والسيطرة على الإجراءات التي اتخذتها الإدارة العامة للجمارك وذلك للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والإحصائيات الخاصة بحركة التبادل التجاري للسلع والمواد الأساسية. واختتم سموه زيارته بجولة تفقدية في منطقة الحاويات بميناء شويخ حيث اطلع على آلية ومراحل نقل البضائع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. معالي الأخ مبارك الحريص وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، سعادة الأخ الشيخ يوسف الصباح المدير العام مؤسسة الموانئ، أخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة منذ بدء تفعيل خطة الطوارئ و دور مؤسسة الموانئ مهم في هذه الخطة. لما نتلقى توجيه من سيدي صاحب السمو في آخر لقاء ترأسه سموه لمجلس الوزراء بتوفير كل احتياجات المواطنين والمقيمين، أنت أحد المنافذ والنوافذ الرئيسية في تزويد البلد بكل ما يحتاجه. سير العمل وتيسير نقل البحري هذه مسؤولية كبيرة تساعدنا في تعزيز مخزوننا وإشاعة الطمأنينة للمواطنين والمقيمين بأن أمورنا ميسرة ومسهلة عبر منفذ النقل البحري اللي مؤسسة الموانئ الديرة. من موقع مكتبي في رئاسة مجلس الوزراء ومن أيضا مكتبي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء أراقب حركة النقل البحري في ميناء شويخ بشكل يومي ومستمر، ويعطيني يعني دلالة على جهودكم اللي تقومون فيها في تسهيل وتيسير حركة البواخر القادمة والمغادرة، ويتطلب هذا جهد كبير في الخطط الآن الصحية في مرافقة البواخر إلى دخولها إلى الميناء. يعني صار فيه تعقيدات في الإجراءات الصحية، أنتوا الحمد لله يعني قايمين فيها وماخذين كل الاحترازات الصحية لضمان الصحة العامة إن شاء الله والشروط المطلوبة في هذا المجال. بارك الله بجهودكم، و يعني احنا اليوم في ميناء الشويخ وانا متاكد ان في ميناء الشعيبه ايضا بقيه موانئنا النفطيه او التجاريه يعني خططها لمواجهه الطوارئ الان تنفذ على اكمل وجه، ومحتاجين ان يعني نتخذ الاجراءات الصحيه المطلوبه بقدر حاجتنا الى انسياب وسهولة
دخول البواخر وخروجها. فهذه المعادلة أنتم أخذينها بعيد الاعتبار، والحمد لله اللي شاهدته وسمعته ومتأكد منه بأن إن شاء الله يعني هذا الجهد راح يستكمل إلى ما زوال هذا الوباء. فبارك الله بجهودكم وقواكم الله. كل اللي أقدر أقوله بأنكم أنتم رافد ونافذة أساسية في خطة الطوارئ اللي نواجهها في هذه الظروف الاستثنائية.